يقول: جئت إلى جدة من دبي للعمل لمدة يوم أو يومين، هل يجوز لي الإحرام من جدة؟ جئت إلى جدة من دبي للعمل لمدة يوم أو يومين، هل يجوز لي الإحرام من جدة لأداء عمرة؟ إذا كنت يوم تأتي من دبي ناويا العمرة فلا يجوز لك تحرم من جدة، تحرم من الميقات الذي مررت عليه في طريقك إلى جدة، تحرم من الميقات، ترجع إليه وتحرم منه. أما إذا كنت جئت للعمل ولم تنوي عمرة وفي أثناء العمل بدالك تعتمر، تحرم من المكان الذي نويت منه من جدة. إذا كان ما نويت العمرة إلا وأنت في جدة تحرم من جدة.